عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن هنا قاسم كما عادته يواصل الثورة في هذه الرسالة الجديدة للأحرار. نحب أول شيء نهني جميع الأحرار في تونس والانتصار متاعهم الجديد، حيث اكتشفتم اليوم لاباساس متاع الوزير الأول هذايا اللي يقول بلغة واضحة اللي قالوا لي استقيل وإلا مرمدوك. الشيء هذايا يوضح بالضبط اللي الرجل هذايا جيء به وما عنده حتى بوفوار، جيء به عبر عصابة السحر، يعني الرجل هذايا منصب تنصيبا غصبا على إرادة الشعب التونسي لمدة سنة ونصف، ونحن نطالب بإسقاط هذه الحكومة. في ذلك الوقت ما حب حتى حد يتبع قاسم ويمشي في التخطيط. وصلت إذن الضغط حتى نخرج من جديد من تحت براثن عصابة السحر، اللي تفهموا بل عصابة الساحل ديجيزي في ثلاثة أحزاب، ديجيزي في نداء اللصوص، ديجيزي في حزب متاع بن إبراهيم متاع التنمية، وديجيزي في حزب متاع النادي الإفريقي السيكوندير 5. الرجل هذايا الوزير الأول لحبيب الفار هدد الشعب التونسي بداعش حتى يبقى في السلطة اللي عمره ما مارسها، لأنه جبان. وقت اللي وزير أول يهدد الشعب التونسي ويقول اللي داعش على 70 كيلومتر، يعني يعطي فيهم في الإذن باش يدخلوا، حتى أنه عصابة الساحل تدوعش تونس وبذلك تعمل انقلاب على السلطة من جديد وتتمكن من الخزينة التونسية. وهذا كعلاش قاسم واصل الضغط إلى حد الانتصار. الخطة كانت متاعي واضحة، والألغوريتم متاعي كان واضح، إسقاط الحبيب الصيد ثم استعمال الحبيب الصيد لإضعاف رئيس الدولة، وبذلك سنأتي على رئيس الدولة. اليوم نجحنا الكل، مش فقط قاسم، في أننا انتصرنا في بنقردان على داعش، انتصرنا بالطبيعة تعرفوا كيفاش انتصرنا، بتكتيك الفوس انفورماسيون، باستعمال الآية الكريمة وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. لم ينتصر الحبيب الصيد، بل انتصر قاسم ومعه الجيش التونسي. اليوم اكتشفت كذلك الأمن الموازي اللي يدور فيه كمال الطيف، يدور فيه كما عصابة الساحل بالذات لمصلحة العصابة هذه. كذلك نحب نوضح وفي كلمة وجيزة للوزير الأول متاع بن علي القروي، نحب نقول لك مهوش مطلوب منك باش الاعتذار، وإنما قاسم باش يحاكمك. فهم يا قروي يا زبالة، الأراضي اللي اعطاها لك بن علي في الحمامات باش ترجع بالقوة، وكان قاسم اعطاه ربي راهو باش يجيك السوسة نبول لك في فمك انت والمليح، ونحي لك سرولك كيما أردغان نحى سراول الحكومة اللقيطة، الحكومة العميقة. كيف تونس باش تجتث حكومة عصابة الساحل الإرهابية. اليوم في الخطة الجديدة الوزير الأول لن يكون من عصابة الساحل، هذا أولا. ثانيا
جميع الوزراء لازم يكون من كل ولاية وزير. فاهمين الأولاد عشان نحب نوصل ولا؟ من كل ولاية وزير لابد من إعادة تقسيم السلطة حتى يعاد تقسيم الثروة التونسية. عصابة الساحل هذه تآمرت على الشعب التونسي مع السلفية الجهادية اللي الكارتيه جنرال تاعها في سوسة. أفهموا مليح الشيء هذا يا مليح، لأن المعركة مع المجرمين هذوما مع اللصوص تاع تونس معركة حياة أو موت. الوزير الأول الجديد يلزم يكون في بالك حاجة، أنت يا إما تطيح إيش اسمه زبالة قرطاج وإلا قاسم باش يطيحك. هذه المهمة متاعك الأولى. المهمة الثانية لا مصالحة، المصالحة اللي باش تركع الشعب التونسي تحت ما يسمى برجال الأعمال لن تكون. رجال الأعمال اللي نهبوا تونس نقولها لكم بما فيكم بن بشماوي، ما ترجعش الفلوس قرعت بفلوجة إلى السجون. يعني هذايا قال لك قاسم لن يصالح، والأرض لن تصالح، والسماء لن تصالح، صالح لن يصالح. الشباب الثوري يلزم يفهم بل التنظير السياسي الصحيح هو تنظير القطيعة، القطيعة النهائية مع دولة القبيلة، دولة الإرهاب. يستعملوا في الإرهاب حتى يستعمروكم. ولذلك الثورة لازمها تمشي إلى الدولة، تمشي إلى داخل الحكومة باش تسهل العملية تاع التنظيف، وخاصة تنظيف وزارة الداخلية وكذلك المحطات النقل الجوي والنقل البري. السرقة والفساد داخل الديوانة، داخل المطارات، داخل كل الدولة. وزير الداخلية لازمك تعرف باللي قاسم الخطة متاعه جديدة للتحدي ولعزل الإرهابيين والعصابات الأمنية داخل وزارة الداخلية. الشباب الثوري لازم يكون مستعد أنك اليوم مش تبايع قاسم، تبايع نفسك، تبايع زوجتك، تبايع أطفالك، أنك تخلي لهم وطن. ما تبايعنيش أنا، بايع نفسك. ما تعملوش كما الذري الصغار بايع شيخ من الشيوخ. البيعة في مفهومها هي الطاعة للرسول صلى الله عليه وسلم، لا بيعة بعد الرسول. البيعة هو أن تبايع نفسك بصدق، أن تبايع أطفالك، أن تبايع زوجتك، أنك تكون رجل، أنك تدخل في المعركة وما تبقاش تتفرج على اللصوص تسرق فيك. اليوم مرة أخرى نقول للشباب الثوري الاستعداد لافتكاك السلطة، الاستعداد للقطع النهائي مع العشوائية السياسية. لابد اليوم أنكم تتحدوا هذه الشخصيات السياسية من نوع حمّى الهامل، من نوع محمد عبو، من نوع المنصف المرزوقي، من نوع الشيخ راشد الغنوشي. الناس هذه المشكلة متاعها أنها تكون في الوجه السياسي، ولكن مشكلتها مش أنها تبني وطن جديد. قاسم يقول لكم سنبني وطن جديد بدون هاء الأحزاب الخاربة أساساً. إلى هنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.